حدث كبير زي اللي احنا فيه النهارده هو ميزته مش بس انسانيه، هو ميزته كمان تشجيعيه، بدليل انه السنه اللي فاتت في فرنسا فيتشي 2023 ابطالنا حصدوا 27 ميداليه بين ذهب وفضه وبرونزيه على مستوى الالعاب في دوره الالعاب لذوي الاعاقه في فرنسا. كمان 3 سنين مصر بتستضيفها ضمن 330 بطوله استضفناها من ساعه ما كورونا اجتاحت العالم. اسيبكم مع ابطال مصر. مبروك 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 واهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. صباح الخير. الناس محمد عيد ابو جوده بطل العالم في السباحه، عندي 19 سنه، بلعب في نادي الشرق بورسعيد. صباح الخير. أنا علي عبد الله بطل العالم في ألعاب القوة، عندي 22 سنة، بلعب في نادي الجزيرة. السنة اللي فاتت لما حضرتك اتصورت معانا وعدناك هنرجع ميداليات كتيرة ورجعنا ب 27 ميدالية، وأنا الحمد لله حصلت على الذهبية والفضية والبرونزية ورفعت علم بلدي. وأوعد حضرتك بطولة الجاية أرفع على مصر تاني. أنا كمان كنت في بطولة العالم في شي فرنسا 2023 وجبت 3 ميداليات فضة في لعبة ألعاب القوة. ممكن طلب من حضرتك؟ تحت أمرك. تعرض الألعاب العالمية فيرتوس 2027 تبقى تحت رعاية حضرتك وتشرفها بالحضور، يعني رعاية وحضور حضرتك كمان لحفلة الافتتاح إن شاء الله. ممكن؟ إن شاء الله لو عايش من أهل الدنيا هتشرف وأبقى موجود. دي أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية هنستضيف بطولة عالم خاصة بينا، وأنا الحمد لله فخور بنفسي إن أنا صممت شعار الثورة دي. شكرا يا فخامة الرئيس، أبطال مصر بيحبوك جدا. طب ممكن أجي أتصور مع أبطال مصر؟ شرفنا. تعالى يا فخامة الرئيس اتفضل. كل سنة وانتوا بتجروا بتلعبوا ما بقيتوش تتعبوا. شكراً قوي يا